نتكلم على الهيلينج والانتجريشن. ايه اللي بيحصل بالظبط اول ما بنحط الامبلانت في البون؟ وليه ساعات بنستنى كتير وليه ساعات بنستنى قليل وليه ساعات ما بنستناش خالص نعمل الميديت لودنج؟ واحنا بنستنى ليه بالظبط؟ بنستنى ايه عشان يحصل؟ ويعني ايه قص انتجريشن؟ ويعني ايه سيرفيس تريتمنت والحاجات دي؟ فهناخد الاول اكزامبل على سبمرجن امبلانت او ديليد لودنج امبلانت عموما اذا كان سبمرجن او تيشو ليفل. وبعد كده هنتكلم على الاميديت لودنج امبلانت، الكونسيبت بتاع الاميديت لودنج امبلانت. تعال نشوف ايه احنا اول ما بنحط الامبلانت بيحصل. الاول احنا وقت السوكت بريباريشن بنحافظ جدا على الفيتاليتي اوف ايه؟ اوف ذا بون. يبقى البون اولموست فايتال. يعني ايه البون فايتال يا دكاتره؟ البون بيبقى فايتال لما بيكون السيلز اللي موجوده فيه فايتال. ما هو البون عباره عن ايه؟ تعالى بقى ايه؟ نقف شويه قبل ما نكمل ونتكلم على نفتكر كده البون هيستولوجي وانواعه ونفتكر كده الدنستي بتاعت البون دي عباره عن ايه؟ خلينا نقول ان البون بيتكون من سيلز وأورجانيك ماتيريال وإن أورجانيك إليمنت أو إن أورجانيك سولت أو مينرالز أو أملاح. يعني ملح وأورجانيك ماتيريال وسيلز. السيلز هي اللي بتكون الملح وهي اللي بتكون الأورجانيك ماتيريال وهي اللي مينتين الاستراكشر. والسيلز عددهم بيبقى قليل جدا نسبيا. يعني حجم السيلز حجمها لو جمعناها كلها على بعضها ما يجيش 1% من حجم البون. ثم البون بيبقى نسبة الملح مع الأورجانيك ماتيريال بتختلف باختلاف الأنواع. يعني في الكومباكت بون بيبقى الملح تقريبا 90% المينرالز و10% أورجانيك ماتيريال. طيب في السبونج بون مثلا في الدي 1 يبقى الأورجانيك ماتيريال 15% مثلا أو في الدي 0 15% والملح 85%. وتفضل تتدرج لغاية لما الدي 4 يوصل إن الملح حوالي 65% والأورجانيك ماتيريال حوالي 35%. وممكن كمان تقل عن كده في الدي 5 لما بيكون الملح 50% والأورجانيك ماتيريال 50% تقريبا. ونشوف أشكال العظم. أشكال العظم عندي كورتيكال وبتسمى كومباكت كورتيكال بون أو الكومباكت بون أو اللاميلر بون أو الهافيرزيان بون أو البون الطبقات. يبقى عبارة عن إيه؟ الخلية الأوستيوبلاست بتبدأ تفرش حوالين منها عظم، تحط أورجانيك ماتيريال وبعدين ترص فيها عظم، تعمل طبقة أو كأن اسطورة، كأنها سي دي كده، كأنها سي دي، والسنتر بتاعها هو الأوستيوبلاست، ووراها أوستيوبلاست تانية عملت سي دي تانية، سي دي تانية، تبقى البون لاميلي ورا بعضها. بيبقى الخلايا فيها سنترال وده اسمه هافيرزيان سيستم. الخلايا اللي فيها سنترال والأورجانيك ماتيريال بتبقى مرصوصة بالكامل في وسط الايه؟ يعني ملزقة الملح مع بعضه في الاسطوانة دي.
يعني الاسطوانه دي عباره عن ملح واورجانيك ماتيريال مع بعض، تمام، واللي وراها هكذا. فبيبقى الاورجانيك ماتيريال قليله جدا، مثلا 10% و90% ايه ملح. في الاسبونج بون الملح بيكون حتت منفصل واللي ما بينهم اورجانيك ماتيريال، فالاورجانيك ماتيريال بتبقى كتير. الملح بيكون حتت عظم ايلاندز اوف بون، هي البون ترابيكلي، والواحده منها ترابيكلا، ما بيبقاش فيه لاميلي، ما بيبقاش فيه طبقات، يبقى حتت بقى. طب هقول لك، عايز تعمل كونسيستنسي شبيهه بالسبونج بون في البيت عشان نقدر نتخيل كده الوضع عامل ازاي. عايز تعمل كونسيستنسي شبيهه بالسبونج بون في البيت، اوكي. احنا اتفقنا الكورتيكال بون تخيلناه زي السي دي كده، والسنتر بتاعه هو السل، اوكي، كذا سي دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، عملوا ايه؟ لاميلر سيستم او هابيرزيا سيستم، ده شكل الاسبونج بون. ده بقى ده شكل الكورتيكال بون او الكومباكت بون. تعالى بقى بالنسبه للايه؟ للسبونج بون، او بيتسمى الكانسيلس، او بيتسمى الترابيكولار بون، وكمان بيتسمى الميدالري بون. الميدالة هي الايه؟ هي المرو. الميدالة هي المرو. في اللونج بونز المرو بيبقى فاتي، فاتي يلو بون مرو. بنلاقي اللونج بونز كلها كورتيكال، ده البيدور، وجواها في نخاع دهني، اوكي. طيب في الفلات بونز اللي هو فين؟ في الريبس والجوز والفلات بون اوف سكال، الريبس والجوز والبون اوف سكال، دي اسمها الفلات بونز. الفلات بونز بيبقى براها كورتيكال وجواها سبونجي ومع المرو، المرو ده الاورجانيك ماتيريال، بس ما بيبقاش فاتي يلو بون مارو، بيبقى هوموبيوتيك ريد بون مارو، مصنع الار بي سيز. وده المرو اللي بيتاخد في المرو ترانسبلانتيشن في زرع النخاع. ما بتاخدش زراعة، ما بتاخدش النخاع من اللونج بونز، ما بتاخدش النخاع الدهني، ملوش فايدة، ما فيهوش سيلز، ما فيهوش حاجة. هما بيتاخد النخاع اللي هو الأحمر اللي موجود في فلات بونز. النخاع الأحمر ده بيبقى مرصوص فيه الملح بتاع الاسبونج بون. فبيتسمى الميدالة النخاع المرو اللي مرصوص فيه الملح بتاع الاسبونج بون اسمه الميدالة. فعشان كده الاسبونج بون بيتسمى الميدالري بون. اوكي؟ طيب تعالى نعمل كونسيستنسي شبيهة بالاسبونج بون في البيت. هات معلقة سمنة صغيرة، وهات من معلقتين لثلاثة ملح أكل خشن، الملح مش الناعم ده، اللي هو الخشن المجروش، وحطهم على النار، طريهم كده على النار في الطاسة، اوكي، وقلبهم كويس قوي، وبعدين اعملهم بلوك، شيلهم على النار واعملهم بلوك وحطهم في التلاجة. انت كده عملت كونسيستنسي بتاعت سبونج بون بالظبط. ناقص له ايه؟ ناقص له الخلايا. لو جبت 1% تقريبا من هذا الحجم خلايا ونشرتها فيه، ده يبقى ايه؟ ده يبقى كاني عملت سبونج. السمنه دي كانها هي الاورجانيك ماتيريال اللي هي المرض. اوكي؟ الملح اللي مرصوص فيها دي هو الترابيكولي، كانه هو الترابيكولي. والترابيكولي عباره عن ايه؟ ملح. والخلايا هنا بتبقى فين بقى؟ محوطة الترابيكلي. محوطة الترابيكلي. واسمها ايه؟ اسمها اندوستيوم.
احسن بريباستي. البريباستي بيبقى مغطي الكورتيكال بون، انما جوه الكورتيكال بون في اندستيوم محوط الترابيكل. فالاندستيوم مع الترابيكلي اللي هو الملح الاورجانيك ماتيريال اسمه بيدل، وده اللي بيتاخد وقت الايه المره ترانسبلانتيشن اللي هو زرع النخاع. لان الاورجانيك ماتيريال بتبقى مليانه ميزنكايمال سيلز، تصنع عظم وتصنع دم وتصنع مصنع خلايا. الخلايا بتبقى موجوده فين اكتر ما يكون موجوده في الميدالري، في البول مارو بتاعت الفلات ايه فلات بونز. ف دلوقتي ايه الملح ده هو الترابيكولي، والملح متحوط بالايه بالسيلز اللي هي الاندستيوم اللي هو الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاستيك سيلز بتتسمى الطبقه دي اندستيوم اللي محوطه الايه محوطه الترابيكولي. الدنست بتاعت البون، احنا كنا ايه احنا كنا بنقول ايه اللي بيحصل في العظم وقت ما نحط الامبلانت، وبنقول قبل ما نحط الامبلانت يكون البون اولموست فايتال. وقفنا عندها وشرحنا شويه في الهيستولوجي بتاعت البون، وعايزين بقى برضه تاني نفكر ايه الدنستي بتاعت البون. كان في زمان التقسيمه بتاعت الدنستي دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. كانت الدنستي دي بتصف الاسبونج بون فقط لا غير. الدنستي دي تخص الاسبونج بون. وكان لكل دنستي دايما مرتبط بيها ثيكنس معين من الكورتيكال بون. كل ما الدنستي زادت كل ما الثيكنس بتاع الكورتيكال بون اللي فوقيها زاد، كل ما الدنستي قلت كل ما الثيكنس بتاع الكورتيكال بون اللي مغطيها قل. يعني دي 1 اللي هي اعلى دنستي يبقى الملح فيها كتير قوي. الدي 1 ده هو الثيكنس بتاع الكورتيكال بون اللي فوقيها كتير كبير. الدي 4 هي اقل دنستي للسبونج بون، اقل دنستي للسبونج بون، الثيكنس بتاع الكورتيكال بون اللي فوقيها بقى قليل قوي. اوكي، فاذا الديز دي او الدي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 كان بتصف فقط الاسبونج بون، كان بتصف فقط الايه الاسبونج بون. وبيبقى دايما ريليتد للدنس بتاع الاسبونج بون الثيكنس بتاع الايه بتاع الكورتيكال. فتلاقي مثلا الدي 1 عامل ازاي، ادي مثلا ايه لو خدت الدنستي هو المينرال كونتنت في اليونيتري، لو خدت مليمتر مكعب من الدي 1 هلاقي الترابيكي اللي فيها عامله كده. الثيكنس بتاع الكورتيكال بون ثيك كورتيكال لابلر هم الهنا فين المارو سبيس اللي هو ايه الان بتوين ده الاورجانيك ماتيريال الان بتوين الاورجانيك ماتيريال قليل 15% و85% ملح. ملح بيبقى هي كالسيوم فوسفورس. يفضل يقل ده دي 1، دي 2 يقل اكتر، دي 3 يقل لغايه لما اوصل ايه لدي 4 يبقى عامل كده اهو، ادي نفس المليمتر المكعب ايه ويبقى الثيكنس بتاع الكورتيكال بون عامل كده اهو. وتلاقي الايه الترابيكلي عامله كده والدي 2 والدي 3 في وسطيهم. ده اعلى دنستي اعلى مينرال كونتنت، وده اقل دنستي
اعلى دبس دي تلاقيها في اللور انتيريور، الدي 2 هتلاقيها في اللور بوستيريور، الدي 3 هتلاقيها في الابر انتيريور، الدي 4 تلاقيها تحت الساينس في الرباط بوستيريور العظم طرف. الاورجانيك ماتيريال 50% تقريبا والملح 50%، العظم طري جدا سوفت. والكورتيكال بون دايما ايه، لاحظوا بقى ايه في حاجات جديده بقى، ان في تو اكزامبلز او تو مودلز ما كانش بيعبر عنهم في هذا النموذج، اللي هو ايه، لقوا ان في عظم لقوا سبونج بون دي 1 تمام، بس الكورتيكال بون بتاعه فيري ثيك، سبونج دي 1 لكن الكورتيكال بوم بتاعه ثيكر ذان المعتاد، ده سموه دي 0، وده من اسوء انواع العظم للامكان. طبعا افضل الانواع دي 2 دي 3 ولقوا ان في عظم شبه الدي 4، يعني ادي الايه، شبه الدي 4 لكن ما فيهوش كورتكس، العظم ده لو عملت كده بصوابعك يحصل له اوربتش، اوكي، وده سموه دي 5. في كتب ما زال فيها بس ان ايه، من دي 1 لدي 4 حاجات الجديده شويه زاد عليها الدي 0 والدي 5، ده الايه، ده ما هو البنست. السيلز في الاسبونج بول موجوده فين؟ طبقه من السيلز محوطه لايه؟ الترابيكولي، اسمها اندوستيوم، طبقه من الاوستيوبلاست محوطه الترابيكولي. السيلز اللي موجوده هنا في الاورجانيك ماتيريال دي ميزنكايمال سيلز اللي بتعمل الدم، ودي اللي بياخدوا منها البون مارو علشان الميزنكايمال سيلز. انما في الكورتيكال بون السيلز بتبقى موجوده فين؟ في السنتر بتاع الايه؟ بتاع اللاميلي دي. وطبعا السيلز دي بتبقى موجوده في الـ في الـ في الكورتيكال بون بتبقى اوستيوسايت مش اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست في الكورتيكال بون موجود فين؟ طبقتين او ثلاثه من الاوستيوبلاست هنا اسمها بري اوستيوم، وطبقه واحده من جوه هنا اسمها اندوستيوم، انا اسف مش هنا، هنا اهو اسمها ايه، اندوستيوم، يعني هنا في عندي هنا ايه، اندوستيوم، وعندي هنا اندوستيوم طبقه وحيده، وفوق الكورتيكال بون عندي طبقتين او ثلاثه من الاوستيوبلاست وبري اوستيوم. نرجع تاني كده، بنقول ان وقت بعد السوكت بريبريشن المفروض نحافظ على الفيتاليتي بتاعت البون. الفيتاليتي بتاعت البون يعني ايه؟ يعني السيلز بتاعت الوولز بتاعت السوكت يكونوا فايتال. كتر خيرك، كتر خيرك، بسم الله الرحمن الرحيم، تسلمي. السيلز تكون فايتال المفروض كده، اول ما بنحط الامبلانت العظم بيموت،
الامبلانت ده موست ريسنت. اول ما نحط الامبلانت في العظم العظم بيموت. العظم بيموت ليه؟ لان الامبلانت بيبقى اكبر من السوكت، فهو الابلاي بريشر عمال يزق في الخلايا، الخليه تفرقع تموت. فالامبلانت فالعيان وهو مروح من العياده، يعني هو روح البيت، الامبلانت عايم في ديد بون تيشو. اسمها ايه المنطقه دي؟ ديد زون. انا طب انا مش عايز ديد زون، لكنها شر لابد منه، ضريبه لازم ادفع. ليه؟ لان انا مثلا ايه، لو انا مش عايز ديد زون، اوكي، اعمل سكت مثلا 4.5 مللي واحط فيها امبلانت 4 مللي، مفيش ديد زون ولا حاجه، انما ما عنديش انيشال استابيليتي، فيبقى ايه؟ مفيش كونتاكت ما بين الامبلانت والبون. فيبقى لو في فراغ في الجسم، على طول الجسم يملاه بسوفت تيشو. السوفت تيشو تخش تملى الفراغ ما بين الامبلانت والبون، وتفضل موجوده وتمنع الكونتاكت ما بين الامبلانت والبون، ويحصل فيلير. فعشان اضمن الهيفي كونتاكت لازم اعمل فرق في الديامتر، وللاسف الفرق في الديامتر ده بيعمل لي ايه؟ ديد زون. يعني اللي بيزود لي الانيشال استابيليتي بيزود لي الديد زون، والانيشال استابيليتي شرط ضروري، لازم يبقى عندي هيفي كونتاكت، مفيش سبيس ان بتوين الامبلانت والبون عشان يحصل الانتجريشن. لو في سبيس هيخش في الايه؟ في السبيس ده سوفت تيشو، لان البروليفريشن ريت بتاع السوفت تيشو سريع. البروليفريشن، كلمه بروليفريشن معناها ايه؟ معناها بالعربي الانتشار. البروليفريشن يستلزم حاجتين، ديفيجن وميجريشن. يعني الخليه تنقسم والخليه الجديده تكبر ويبقوا الاثنين قد بعض، فاذا الخليه الجديده اخذت مكان جديد، يعني كانها هجرت من المكان، فاصبح ايه؟ ده الانتشار، انقسام وميجريشن، انقسام ونمو فانتشار. السوفت تيشو سيلز البروليفريشن ريت بتاعها سريع جدا بالمقارنه بالاوستيوبلاست. فاذا حصل فراغ يتسابق عليه السوفت تيشو والهارد تيشو، السوفت تيشو هتسبق جدا. فلازم الامبلانت يبقى اكبر من الايل سوكت عشان يبقى عندي هيفي كونتاكت ما يسمحش للسوفت تيشو انها تخش. فبيحصل ديد زون. الفرق في الديامتر ده بيعمل لي الامبلانت والعيان مروح، يبقى الامبلانت عايم في ديد بون تيشو. الجسم لا يسمح بوجود ديد تيشو جواه. الجسم لا يسمح بوجود انسجه ميته جواه. فهيبدا يحصل ايه؟ يحصل ان الجسم تراي تو اليمينيت الايه؟ الديد تيشو دي. طب الديد تيشو دي هارد، ملح وكده وبتلزق في بعض. فلازم يجيب لها اوستيوكلاست عشان تو ريزورب الديد ايه؟ بون. فيبدا من اول يوم اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، تبدا من اول يوم تبدا تاكل في الايه؟ في العظم المحيط بالامبلانت اللي هو الايه؟ العظم الميت، تبدا تاكل فيه. يبقى اوستيوكلاستيك اكتيفيتي بتبدا اول ما العيان يروح، التشو اللي ماتت دي العيان يروح يبدا ايه؟ الاوستيوكلاست تاكل فيه. احنا اتفقنا ان الجسم لا يسمح بوجود اجزاء ميته جواه، وكذلك الجسم لا يسمح بوجود فراغات. فلازم الفراغ اللي اتكون ده نتيجه الريزوربشن يحل محله حاجه ثانيه. بيحل محله عظم ثاني جديد. بيحل محله عظم جديد في السكسسفول امبلانت. بيحل محله عظم جديد. مين اللي بيعمل العظم الجديد ده؟ اللي بيعمل العظم الجديد هو الفيتال اوستيوبلاست، اللي هي اللي على جانبي الديد زون اللي ما حصلهاش مشاكل. يعني ايه؟ ادي إيه
كده وهنا كورتيكال لاميلار بون وادي السوفت تيشو مقفول عليه. احنا دلوقتي بنقول اكزامبل على ديلايد لودنج امبلانت او سبلاج او مش فاهم. وادي الديد تيشو الديد زون بيحصل لها ريزوربشن والجسم ما بيستناش لغايه الكومبليت ريزوربشن. اول حته حصل لها ريزوربشن الجسم يعوضها ويملاها على طول بعظم جديد. ازاي بقى؟ انت عندك هنا ادي الترابيكولي في ترابيكولي تبقى لازقه في بعض. ادي ايه؟ ادي البولي ده بتاعت الاسبونج بول. وهنا فايتال اوستيوبلاست اللي هي اسمها ايه؟ طبقه الايه؟ الاندوستيوم. يبقى بعد الديد زون في ايه؟ فايتال اوستيوبلاست على جانبي ايه؟ الديد زون ادي فايتال اوستيوبلاست تانيين محوطين ايه؟ ترابيكيولي تاني ادي فايتال اوستيوبلاست. اوستيوبلاست ما ماتوش ما تفرقعوش والامبلانت نازل على جانبي الديد زون. فلو خدنا الحته دي كده وكبرناها هيبقى عندي ايه؟ ادي جسم الامبلانت وادي الفيتال اوستيوبلاست اوكي اللي هم ايه؟ جمالتهم وادي الترابيكولي والحته دي الحته الميته بتزوم. فالفيتال اوستيوبلاست لما تبدا تحس حوالين منها فراغ تبدا ايه؟ تفرش اورجانيك ماتيريال لما تفرش اورجانيك ماتيريال هنا تحتل الفراغ اللي بتوين الامبلانت وبتوين نفسها فلا تسمح بان سوفت تيشو تخش من هنا. بس العظم ده لسه اورجانيك ماتيريال لسه طري هي نفسها الفيتال اوستيوبلاست هتعمل له ماتيوريشن او اوسيفيكيشن او كالسيفيكيشن او هترص فيه ملح. اوكي؟ ف وهذا الاورجانيك ماتيريال بيحصل له انتجريشن مع الايه؟ مع الامبلانت. يعني ايه انتجريشن لغايه ما نشرحها؟ بيخش جوه الامبلانت. بيخش جوه فراغات صغيره جدا من الامبلانت. على مقاسات صغيره جدا انا بشرح في اخر المحاضره ان شاء الله. المهم الاورجانيك ماتيريال بتعمل انتجريشن مع الامبلانت. طب تعالى نتخيل بقى عشان نفهم الموضوع ده كويس. تعالى نتخيل ان التزوم كانت كبيره قوي. تعالى نتخيل ان التزوم كانت كبيره قوي. يعني مثلا ايه دكتور كده قام جاي ايه هو عارف النشر السابيلتي مهمه قوي فقام جاي عامل دريلنج ب 2 مللي بدريل 2 مللي عمل سكه 2 مللي وجاب امبلانت 4 مللي وقام جاي حشره فيها بالعافيه. اوكي؟ ومبسوط قوي من الاستابيليتي الرينش مش يعني ماشي بالعافيه العافيه وينده على المساعدين وتعالوا بصوا تعالوا شوفوا عامل ازاي وحط الامبلانت. بعد اسبوع الامبلانت ده هيقع. اللي حصل ايه بقى؟ الديد زون كانت فيري وايد نتيجه البريشر العالي ده قوي. فتعالى شوف لو الديد زون وايد يبقى عامل ازاي. يعني مثلا ايه؟ تعالى مثلا نتخيل مثلا ان الديد زون كانت ايه؟ كانت فيري وايد مثلا. فايه اللي ايه؟ اللي هيحصل؟ ادي ايه؟ الديد زون كانت هنا مثلا. كل ده ايه؟ ديد زون.
وبرضه هيجي بعدها ايه؟ فايتال اوستيوبلاست عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل اورجانيك ماتيريال وتعمل انتجريشن، ادي فايتال اوستيوبلاست. تعالى ناخد حته دي كده ونكبرها. ادي الامبلانت وادي الفايتال اوستيوبلاست بعيدة عنه مش قريبة زي هنا كده، وادي الايه؟ الترابيكيل وادي فايتال اوستيوبلاست. دلوقتي كل ده ديد زون، الامبلانت بعيد عن الفايتال اوستيوبلاست. طب الاوستيوبلاست ليها قدره محدده، اوكي، هي مثلا بتفرش 9 نانومتر حوالين منها، فهي عملت الاورجانيك ماتيريال لغايه قدراتها. وبدات تكلسها. ولسه بقى على بال ما تهاجر وتنقسم وتروح حته منها هنا وتعمل عظم جديد، لا السوفت تيشو مش هتديها فرصه، السوفت تيشو هتسبق وتلحق وتخش بتوين الامبلانت والبون. عشان كده بنقول ايه؟ افضل بيولوجيكال ديفرنس بتوين الامبلانت والسوكت في الاسبونج بون هو ملي كامل. افضل بيولوجيكال ديفرنس كده. دلوقتي هنفهم الكاونتر سينك كان بيتعمل ليه بالفاينل دريل. والافضل بيولوجيكال ديفرنس بتوين الامبلانت والبون هو ملي كامل. ايه هو تعريف افضل بيولوجيكال ديفرنس؟ افضل بيولوجيكال ديفرنس اللي يديني ذا ماكسيمم انيشال ستابيليتي مع ذا مينيمم ريلاتيف ديد زون، اقل ديد زون بالتناسب ليه. يعني لو عملت الامبلانت 4 والسوكت 2، يعني فرق 2 مللي، فهيديني ناشونال ستابيليتي اعلى، اوكي، بس الديدزون اكبر، تبوظ الدنيا. طب لو عملت الفرق نص مللي هيديني ديدزون اقل، بس ناشونال ستابيليتي كمان اقل. افضل البيولوجيكال ديفرنس اللي هو ايه؟ اللي يديني افضل ديدزون مع اقل، انا اسف، افضل ناشونال ستابيليتي مع اقل ديدزون ريلاتيف ليها، اوكي، اللي هو ملي كامل. فيبقى دايما ايه؟ يبقى احنا وفقا زي ما تقول ايه؟ يبقى احنا نكتفي بالايه؟ باخر دريل في الانترميديت. ما نشتغلش بالفاينل ابدا. ما هو اخر دريل في الانترميديت اصغر من البلانت الملي. يبقى احنا نكتفي باخر دريل في الانترميديت، ما نشتغلش بالفاينل. وفي سيستم زي ما قلنا بتعمل كده، اوكي؟ انما الكورتيكال بون لما يبقى الفرق ملي، الكورتيكال بون والامبلانت لازم ما يبقاش في مرونة، بيحصل له كراكس، بيحصل له طشعه. ولو حصل كراكس في الكورتيكال بون بيحصل ريزوربشن، ما بيحصلش هيلي، لان الكورتيكال بون اضعف حاجه في الموضوع. ليه؟ الكورتيكال بون ما فيهوش اوستيوبلاست، الكورتيكال بون فيه اوستيوسايت. الاوستيوبلاست هنا من فوق ومن تحت، انما كل عرض الكورتيكال بون ده ما فيهوش اوستيوبلاست. فالحته دي الاوستيوبلاست هي اللي بتعمل انتجريشن، والاوستيوبلاست هي اللي بتعمل هيلينج. فالحته دي بيحصل لها ريزربشن دايما، لان ما فيش انتجريشن هنا، ولو حصل لها كراكس ما بيحصلش هيلينج، فدي اضعف جزء في الموضوع. فلو احنا خلينا الفرق ملي بالكامل بما فيها الكورتيكال بون، والامبلانت نازل الكورتيكال بون لانها بريتل، لانها ناشفه قوي، بتطرشق. فلو اطرشقت بيحصل لها كراكس، ما بشوفهاش بعيني بس وما بسمعهاش بودني بس، بيحصل كراكس، شروخ صغيره، هذه شروخ بيحصل لها ريزوربشن. يبقى من اول شهر حصل لي بون ريزوربشن قبل اللودنج وقبل اي حاجه خالص. فعشان كده ايه؟ بنخلي دايما عند المارجن او عند الكورتيكال بون الفرق نص ملي، والباقي يبقى ملي، الا لو كان البون فيري هارد بخليه كمان نص ملي عشان يبقى ايه؟ في الاسبونج بون، عشان الامبلانت يقدر يعدي ميكانيكالي. لان ساعات لو انا مثلا عامل سوكت زي كده، اوكي، وحطيت امبلانت
كده اهو. ساعات الامبلانت يوصل لهنا ومش عايز يكمل. البول فيري هارد، سبونج بول فيري هارد، ها فيري دنس، دنستي دي 1 مش عايز يكمل. فيبقى لازم احفر له ايه للاخر. مهم يعني. فايه ده السبب اللي هو بتاع الكاونتر سينكينج، او ان انا اعمل جزء في السوكت كده اهو، ويبقى هنا الفرق مثلا نص ملي، وهنا الفرق ملي بين الامبلانت والسوكت. المهم نرجع تاني للكلام. ففي السكسسفول امبلانت الديد زون بتبقى ايه؟ ريزونبل، اللي هو ايه؟ زي كده. طيب. فانا دلوقتي انا عملت الامبلانت، العيان روح الامبلانت عايم في الديد زون، بيبدا يحصل ريزورشن للديد زون، ويحصل انتجريشن مع اورجانيك بون ماتر طلع من الاوستيوبلاست اللي على جانبي الديد زون. هذا الاحلال والتجديد بيبدا من اول يوم ريزوربشن وفورميشن اوف نيور اورجانيك ماتر اوف بون وانتجريشن معها، بيحصل من اول يوم لغايه اخره بيتم خلال اسبوعين. بعد اسبوعين بيكون كل الديد زون حصل لها ريزوربشن، وحل محلها ايه؟ اورجانيك بون ماتر. يبقى بعد اسبوعين الامبلانت هيبقى عايم في اورجانيك بون ماتر، بون بروتينز. بعد اسبوعين الامبلانت عايم في اورجانيك بون ماتر، اوستيويد بون تيشو، عظم طري قوي. خد بالك انت لو بعد اسبوعين او بعد شهر، لنفرض مثلا انت كنت قايس عزم الرباط بتاع الامبلانت، كنت عارف انت ربطت الامبلانت بفرصة قد ايه. بص، الفورس اللي في اتجاه انجلر، الفورس في اتجاه ده على طول اسمها فورس، الفورس اللي في اتجاه اللي بيلف اسمها تورك. عشان كده هو الايه بس الفورس بتبقى جرام او كيلو جرام او ماس على ايه؟ على اريا. يعني مثلا ايه، انا دلوقتي حطيت كيلو جرام هنا، يبقى انا عملت فورس كيلو جرام على الترابيزه دي، على السنتي في الترابيزه، كيلو جرام على سنتي، ماشي. انما انا لو بدورها كده بفورس قدرها كيلو جرام برضو، فيبقى كيلو جرام في السنتي. عشان كده التورك دايما تمييزه نيوتن سنتيمتر، انما الفورس تمييزها نيوتن على سنتيمتر. اوكي، بس هو في الاخر التورك شكله من اشكال الفورس دي، يعني بس ايه، فورس بتلف حاجه كده، ماشي. المهم لو انا قست عزم الرباط اللي انا رابط بيه، لو قست التورك اللي انا رابط بيه وقت الانسرشن، وقسته وفتحته وقسته بعد شهر، هلاقي بعد شهر العزم ده ايه؟ قل جدا. لان في الاول انا رابط في عظم ناشف. دلوقتي الامبلانت عايم في اورجانيك بون ماتر، عايم في عظم طري. اوكي؟ المهم طيب. بعد اسبوعين الامبلانت بيبقى عايم في اورجانيك بون ماتر. و الاورجانيك بول ماتر دي انتجريتد مع الامبلانت، انتجريتد ببساطه يعني دخلت جوه، عشقت مع الامبلانت جوه الامبلانت، بقت ايه؟ دخلت جوه الامبلانت. يعني نقدر نقول ان بعد اسبوعين الامبلانت بيبقى انتجريتد مع اورجانيك بول ماتر. ماشي؟ لو حطيت على الامبلانت ده لود، الامبلانت ده هيتحرك. لو حطيت عليه كراون، الامبلانت ده هيتحرك مع البضخ. هيتحرك ليه؟ لانه عايم في عظم طري، ما يمنعش من الحركه. نقدر نقول على الامبلانت ده ايه؟ ان هو ما هو نوت سبورتد اندر بريشر. الامبلانت ده نوت سبورتد اندر بريشر.
يعني ايه نوت سبورتد؟ يعني لو وقع عليه بريشر هيحركه، لو وقع عليه بريشر هيحركه. ناخد بالنا ان البريشر على الامبلانت ليه قاعده. البريشر على الامبلانت عمره ما كان زي قلته. البريشر على الامبلانت يا يفيد ويضر. البريشر على الامبلانت يا اما اوف بنفيت يا اما اوف هارم في الايفكت. الفيصل الحركه، لو البريشر حرك الامبلانت، يعني الامبلانت ده ما كانش سبورتد، يعني البريشر حرك الامبلانت فهو ضره، حصل له فيلير خلاص. اذا الامبلانت اتحرك حصل له فيلير والفيلير ما اتصلحش. طيب اذا البريشر ما حركش الامبلانت هيزود له في السكسس والانهانس مور اوستيوبلاستيك. فلو انا عملت بريشر بعد اسبوعين والامبلانت عايم في اورجانيك بون ماتر، الامبلانت ده ما هوش سبورتد، مش مسنود تحت الضغط، فالضغط هيحركه فيحصل له فيلير. يبقى انا بستنى عشان ايه بقى؟ بستنى لما العظم ينشف يشد حيله يحصل له ماتيوريشن. يبقى انا بستنى ايه؟ بستنى الماتيوريشن اوف بون. انهي بون؟ اللي هو الاوريدي انتجريتد اورجانيك بون ماتر. يبقى ايه اللي انا بنتظره بالظبط؟ بستنى الماتيوريشن اوف اوريدي انتجريتد اورجانيك بون ماتر. الماتيوريشن ده انا ما بستناش كومبليت ماتيوريشن. لو بستنى كومبليت ماتيوريشن هستنى من سنه ونص لسنتين. وفي ناس بتقول ان كومبليت ماتيوريشن ما بيحصلش اصلا لو انا مش لو الامبلانت ما فيش عليه لود. وفي ناس بتقول من سنه ونص لسنتين بيحصل ايه؟ بيحصل كومبليت ماتيوريشن. فتره طويله قوي انا ما بستناش الفتره دي. طب يبقى انا بستنى ايه؟ بستنى ما بستناش كومبليت ماتيوريشن، بستنى enough ماتيوريشن. الإناف ماتيوريشن ده تعريفه هو الماتيوريشن اللي يقدر تو سبورت الامبلانت اندر بريشر. يعني الماتيوريشن اللي يقدر يخلي الامبلانت لو وقع عليه فورس ما اتحركوش، فطالما ما حركتوش ما فادته. يبقى انا بستنى الإناف ماتيوريشن يعني لغايه لما يبقى الامبلانت سبورتد إناف. يعني الامبلانت اللي عنده انف سبورت لما تقع عليه فرصه ما تحركوش، فطالما ما حركوش تبقى فادته وهتسرع الماتيوريشن اللي بعد كده. يبقى الفيصل عندي انا بستنى الماتيوريشن الانف اللي لما يقع فرص ما تحركوش. يعني مثلا ايه؟ لنفرض مثلا ايه؟ لنفرض الانف ماتيوريشن ده مثلا تمام؟ مثلا 50% من لنفرض بس 50% هو الإناف ماتيوريشن. فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن أنا عندي 30% ماتيوريشن وعملت لودنج الإمبلانت هتحرك هيبقى باصر. لو عملت 40% وعملت لودنج الإمبلانت هتحرك يبقى باصر. فلازم غصب عني أستنى ال 50% بتاعت الإيه؟ بتاعت الماتيوريشن. وعايز اشوف بقى ال 50% بتوع الماتيوريشن دول بيحصلوا في وقت قد ايه؟ فتعالى نشوف بقى الإناف ماتيوريشن بيحصل في وقت قد ايه؟ الإناف ماتيوريشن بيختلف باختلاف الايه؟ بيختلف باختلاف نوع العظم الدنس بتاعت البون. اوكي؟ وبيختلف كمان باختلاف اذا كان الامبلانت سبلنتد ولا فرداني. لان الامبلانت السبلنتد في بريدج مش لازم مع اذر تيث، ممكن سبلنتد مع بعضها كذا امبلانت سبلنتد مع بعض في بريدج. الامبلانت اللي سبلنتد مع بعض سبورت ايتش اذر، اوكي، بيسندوا بعض فبيحتاجوا ماتيوريشن اقل، يعني كميه ماتيوريشن اقل تقدر تسند امبلانتس اوكي في بريدج. انما انا محتاج كميه ماتيوريشن اكتر علشان تقدر تسند امبلانت في تحت كراون اللي هو فرضان عشان ما يتحركش. فتعالى نشوف الانف ماتيوريشن بيحصل بعد قد ايه. خلينا نقول ايه؟ خلينا نقول الهارد بون، خلينا نقول هارد بون وسوفت بون عشان
يعني اللي عايز بقى بالتفصيل وارقام بالتفصيل في المحاضرات مكتوب وفي الريفرنسز، انما خلينا نقول ايه الحاجه اللي تنفعنا براكتيكالي. انما انا يعني الحمد لله يعني كاتبها بالتفصيل وكاتبها كويس يعني ان شاء الله. فالمهم فخلينا نقول هارد بون وسوفت بون، يعني هنقول دي 1 ودي 2 كانه هارد بون ودي 3 ودي 4 كانه ايه سوفت بون. ماشي، هنقول ايه في الهارد بون؟ لو عندي كراون فرداني سيلف ستاندنج، يعني امبلانت هتحط عليه كراون فرداني فلور جو مثلا في الهارد بون، ففي الهارد بون انا محتاج في الوضع اللي زي ده 45% ماتيوريشن. يعني ايه؟ احنا اتفقنا الامبلانت كله متحوط اورجانيك بون ماتر، 100% فيها اورجانيك بون ماتر. فلو قسمنا الامبلانت ال 100 نقطه موجود فيهم كلهم اورجانيك بون ماتر، ف 45 نقطه من ال 100 دول يبقوا فولي ماتيور وهيلثي ونورمال بون. فولي ماتيور. طب ال 55% الباقيين يبقوا ايه؟ الديفرنت ديجريز اوف ماتيوريشن. بس المهم لازم 45% ماتيوريشن يكتمل. في هذا الوقت اقدر اعمل لودنج. طب ال 45% ماتيوريشن في الهارد بوم بيحصلوا بعد قد ايه؟ بيحصلوا بعد من 3 ل 4 اشهر. يبقى المحصله ان انا لو عامل امبلانت ديليد لودنج اللي هو سبمرجد او تيشو ليفل في لور جو وهركب عليه كراون فرداني استناه من 3 ل 4 اشهر. طيب لو كان انا عندي بقى اثنين امبلانتس او ثلاثه جنب بعض واعمل عليهم بريدج في لور جو، الامبلانتس اللي جنب بعض دول اوكي سبلنتد مع بعض وهم ان وان لاين فيمنعوا بعض من الانتيرو بوستيرو موفمنت. يعني خد بالك لو في فرصه عايز اتحرك الامبلانت ده، لو وقع على الكراون اللي فوق الامبلانت ده عايز اتحركه انتير، هو سبورت نفسه وده كمان سبورت لي واللي في النص سبورت لي، يمنعوا بعض من الانتير. طب لو جايه فرصه عايز اتحرك ده ديستري او ده ديستري برضه الثلاثه يمنعوا، فيبقى فرصه تحرك ميزي ديستري قليله. بس خد بالك they can move laterally as one segment، تحركوا laterally يعني ما تمنعتش lateral movement لما الانتيرو بوستيرو منع. بس عموما افضل من انه فرداني، الفرداني الموفمنت كلها سبورتد بنفسه، انتيرو بوستيرو او باكوليتال سبورتد بنفسه اوكي. انما اما يوقف بيتش كل الامبلانت سبورت تجاه حركه واحده بتاعت الامبلانت وهكذا. فالوضع ده لو كانوا بريدج من وان لاين بيبقى افضل شويه، مش لازم استنى 45% ماتيوريشن، ممكن استنى 35% ماتيوريشن اللي هو بيحصل في الهارد بون في شهرين ونص. يبقى لو عندي بريدج من وان لاين ممكن استنى شهرين ونص واعمل لهم لود. طيب انما لو عندي بريدج بقى في ما بينهم كيرف او عندي فول ارش، يعني امبلانتس مش من وان لاين في ما بينهم كيرف كده فول ارش، فخد بالك الفول ارش او الامبلانتس ما بينهم كيرف في بريدج بيمنعوا بعض من الانتيرو بوستيرو مومنت وكمان من اللاترال. يعني يجي الامبلانت ده مثلا يتحرك بكر ده يمنعه وده يمنعه، يجي الامبلانت ده يتحرك لينجوال ده هو يمنع نفسه وده يمنعه وده يمنعه وهكذا. فالامبلانتس منعوا بعضهم لما يكونوا سبلنتد منعوا بعضهم من الانتيرو بوستيرور موفمنت ميزوديستال ومن الباكو لينجوال موفمنت او اللاترال، فوضعهم افضل بكتير. يعني الفورس اللي بتقع على الامبلانت مينلي فيرتيكال ودي ما بخافش منها، لو على الفيرتيكال فورس نعمل ايميديت لودنج وخلاص. فمنعوا بعض من الايه؟ من اللاترال موفمنت. فعشان كده وضع زي ده وضع افضل وافضل. فانا محتاج يحصل 25% ماتيوريشن بس يقدروا يسبورت امبلانت زي دول اندر بريشر. وال 25% ماتيوريشن في
في اللور جو بتحصل من شهر ونص لشهرين. اوكي. يعني لو عندي سنه فرداني تحت استنى من 3 ل 4 اشهر. بريدج تحت وان لاين استنى شهرين ونص. فول ارش استنى شهرين، شهر ونص شهرين. وعلى حسب الديزاين بتاع الامبلاند بقى ايه بيختلف اختلافات بسيطه. تعالى بقى في الابر جو في السوفت. في السوفت بون دي 4 ودي 4 ودي 3 ودي 4 ودي 5. في السوفت بون احنا قلنا لو عندي سنه فرضاني تحت بس انا 45% ماتوريشن. في السوفت بون بقى لو عندي سنه فرضاني ما يخفنيش 25 45% ماتوريشن. بس انا 55% ماتوريشن. تو سبورت ساتش ان امبلانت اندر بريشر. يعني لما البريشر يقع عليه ما يهربش. ال 55% ماتوريشن في السوفت بون يحصلوا من 6 ل 8 اشهر. طب لو امبلانتس في بريدج ان وان لاين بحتاج 45% ماتوريشن. اللي هو في الهارد بون بيحسب على 15 اشهر. في السوفت بون بيحسب على 15 اشهر. لو فول ارش ابر بستنى 35% ماتوريشن. اللي هو في السوفت بون بيحصل بعد ايه؟ من يعني حوالي 14 اشهر. يعني لو سنة فرضاني فوق هستنى حوالي 17 6 7 بريدج فوق هستنى ايه 15 بريدج فول ارش فوق هستنى ممكن 14. خلينا نقول ايه عشان ابقى في السيف سايد مش هنقدر بقى ايه يعني نحكي نقول ايه فوق بنستنى 6 شهور على الاقل وتحت بنستنى 3 شهور على الاقل. ده في الايه في الديلي لودنج. هتيجي تقول لي ايه والله في ناس بتعمل ايرلي لودنج يعني مثلا اورال ترونكس مثلا بيقول لك والله بعد شهر ونص لو انت عامل فول ارش في اللور جو اعمل لودنج. وهو ده وفق الكلام اللي احنا قلناه فول ارش في اللور جو ممكن شهر ونص شهرين تعمل لودنج. وكمان هو عامل ديزاين يسرع في اللودنج شويه وهنتكلم على هذا الكلام بس في عيوب اخرى هذا الديزاين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا بنستنى ايه وبنستنى ليه وليه ساعات بنستنى كتير وليه ساعات بنستنى. احنا مستنيين الانف ماتيوريشن مستنيين الانف ماتيوريشن ده الايه الكونسبت. امال ايه بقى قصه الاميديت لودنج؟ يعني ايه بقى امبلانت يبقى احمله على طول؟ هل في بقى حاجه بعملها ولا ده في معمول له سحر بقى ولا بقول له ايه بالظبط؟ علشان يمسك على طول وما استناش. ف يعني عايزين بقى ايه عايزين نعرف ايه الموضوع. فالراجل الراجل مثلا ايه نفرض مثلا انا اللي اخترعت او اللي انا طرحت موضوع الميديا وحضرتك عندك كل المعلومات السابقه دي فانا قلت لك ايه طب ايه رايك والله ايه احنا هنعمل امبلانت نعمل عليه الميديا. فقلت له ازاي هو انت يعني مجنون يعني ازاي نعمل حاجه زي كده؟ فانا قلت لك ايه؟ تعالى نتفق على حاجه مش انت ما بتعملش لودنج الا لما يبقى عندك انف سبورت. فانت قلت له فانت قلت لي ايه؟ يبقى عندي انف ماتيوريشن او انف سبورت؟ قلت لك لا حدد بدقه انت ما بتعملش لودنج الا لما يكون الامبلانت سبورتد انف. سبورتد انف انت بقى بتعمله عن طريق ماتوريشن عن طريق انت بتنتظر الانف ماتوريشن. بس المهم في الاساس احنا بنعمل لودنج نتفق انا وانت احنا بنعمل لودنج لما الامبلانت بيكون سبورتد انف. اوكي يعني مسنود كفايه. يعني بنعمل لودنج امتى؟ في الوقت اللي لما تقع على الامبلانت بريشر ما يحركوش بالظبط كده هو ده الانف سبورت. فانت قلت لي ايوه ماشي فاكدت عليك تاني قلت لك احنا متفقين احنا مش هنعمل لودنج الا لما الامبلانت يكون سبورتد انف او بنعمل لودنج وقت الانف سبورت احنا متفقين على كده. قلت لي ايوه متفقين. فقلت لك طيب انت عشان تحصل على الانف سبورت بتعمل ايه؟ قلت لي والله انا بستنى الانف ماتيوريشن عضم نظري بس انا ينشف وهو ده اللي بيديني انف سبورت.
بنتظر الريفاتوريشن. فانا قلت لك طب انا لو عملت لك حاجه ثانيه غير موضوع انتظار الريفاتوريشن، قدمت لك كونسبت اخر، انا مش هستنى الريفاتوريشن بس هعمل لك حاجه ثانيه تديها انف، تدي لك انف سبورت من الاول. هعمل لك حاجه ثانيه تدي لك انف سبورت من الاول. تعمل لودنج؟ قلت لي ايوه طبعا اعمل لودنج. ما هو الفيصل انا بعمل لودنج وقت ما فيه انف سبورت، يعني لما اكون ضامن لو البريشر وقع ما البلاد ما تتحركش. اوكي انا بعمل لودنج وقتها. فلو انت عملت لي حاجه ثانيه تدي لي انف سبورت دلوقتي خير وبركه. ايه يا سيدي اللي عندك؟ فانا قلت لك ايه؟ انا هعمل لك ميكانيكال ديزاين للامبلانت، هعمل لك ميكانيكال ديزاين شكل وديزاين للامبلانت. اوكي هو اللي هيدي لك الانف سبورت ازاي؟ فقلت لك والله ايه، انا هعمل ثريدز طويلة، هعمل جناحات طويلة ثريدز، السن الألاوز هيبقى طويل ويخش كتير في العظم، عامل زي الرفوف كده أو الأجنحة داخلة في العظم. وكمان هعمل بوزو مدبب اوكي يقطع في العظم ويخش، تمام. وهعمل الفرق ما بين الثريد والثريد اللي هي الحته اسمها البيتش، هعملها فرقها كبير. يعني ايه؟ يعني اللود بيرنج ارياز من العظم يعني هيبقى ساند على العظم اكتر. يعني يبقى ايه؟ ساند على العظم اكتر، هيبقى عامل كده اهو. ادي ايه؟ ادي البلانت وادي ايه؟ ثريد بهذا الشكل كده. دي اللود بيرنج اريا كبيره سند على العظم كتير، والكروس سكشن بتاعه هنا في بيقطع ويخش اوكي، والحته دي طويله. فالميكانيكال ديزاين ده هو اللي ويل سبورت البلانت اندر بريشر لغايه اما يحصل انتجريشن. انا برضه هستنى الانتجريشن اوكي، بس الفتره الاولانيه الديزاين ده هو اللي هيعمل هذا الكلام. فانت والله قلت ايه؟ دي حاجه عظيمه قوي، دي حاجه عظيمه قوي. ف خلينا نجرب. فجربت هذا الكلام، لقيت ان الديزاين ده بيديلك الانف سبورت ويخلي الامبلانت ثابت اندر بريشر في حوالي من 65% لنص الحالات. يعني لقيت الكونسبت ده ناجح في نص الحالات، انما في النص التاني لقيت الكونسبت ده ايه؟ لا ده هو ما بينجحش غير الكونسبت بتاعك انت القديم هو اللي ستيل هو الانجح، ان احنا ننتظر انف ماتيوريشن. الديزاين ده بقى مهما عملت فيه وعدلت واقترحنا مليون ديزاين في الدنيا واتعملت عليهم ريسيرش، السكسس ريت بور. يعني الكونسبت ده ما بيشتغلش دايما، يعني الميكانيكال ديزاين ما بيقدرش تو سبورت الامبلانت اندر بريشر دايما. برضه احنا محتاجين الايه؟ الماتيوريشن، محتاجين الكومبليت ماتيوريشن. ففي ناس قال لك ايه؟ بص الامبلانت العادي عامل ازاي؟ الكلاسيك القديم واللي هو مازال يعني عامل كده، يعني الثريد بتاعته يو شيب وايه؟ وقصيره واللود بيرنج هي صغيره. ففي ناس قالت لك ايه؟ طيب خلاص احنا خايفين من الكونسبت ده، هنعمله بشروطه الضيقه قوي اللي هو لو سبلنتد او يونج بيشنت و فيري جود هيلث ومفيش كونتر اندكيشن ومور ذان انف بون في اللينس وفي الويث وجود اورال هيجين وجود من كذا، الكلام اللي احنا قلناه هنعمله في الاحوال دي. لكن ايه؟ في الاحوال الثانيه هنعمل السبرشت.
طيب بس احنا عجبنا الايه الاداء بتاع ده، مش هو مش ناجح كاميديت لودنج او ما فيهوش نجاح يعني ممتاز، بس طب ما نستفيد بالديزاين ده، طب ما نعمل الديزاين ده سبمرجد، نعمل الديزاين ده سبمرجد، نخليه ايه، نخليه يتحط سبمرجد في البون كده اهو ونقفل عليه، وبعد كده نعمل له ايه لود، فاكيد اكيد هيعمل لي ايه ايرلي لودنج، اكيد هيعمل لي ايرلي لودنج بدل ما استنى 4 أشهر هستنى شهر ولا شهر ونص، وبدل ما نستنى 7 أشهر فوق هستنى 3 أشهر ولا شهرين ونص ولا ففي ناس عملوا كده فعلا، عملوا سبمرجن امبلانت بالشكل بتاع السنجل بيس. لكن ايه بقى، هما ما خدوش بالهم ان الشكل ده اللي بيضطرني اعمل ديلي لودنج في مميزات كبيرة جدا اكتر من الشكل ده. يعني الشكل ده والديزاين ده فايدته الوحيدة الايرلي لودنج، الفايدة الوحيدة، انما الشكل ده بيوزع الفورس على البون بشكل enhances الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي والماتيوريشن طول العمر. فالامبلانت ده لو سكسسفول وقعد من 7 ل10 سنين، الامبلانت ده يقعد 60 سنة. فعشان كده في ناس يقول لك ايه، انت متضايق ان هو يعني مثلا ايه، انت متضايق يا سيدي ان الامبلانت يعني هيقعد سنه 3 أشهر، يا سيدي انت بقالك كام سنه ما عندكش اسنان، يعني ما تصبر 3 أشهر ونعمل لك حاجه تفضل طول العمر. وفي حد يقول لك ايه، في دكتور، دي بقى شخصيات يعني، في دكتور يقول لك ايه، والله لا هو مين ضمن عمره، انا اعمل له امبلانت اعمل له لودنج بعد شهر تمام ويقعد 10 سنين كويس في المرض. اغلب الناس بقى فكروا بطريقه اخرى، اغلب الناس اللي في الدنيا، اغلب الديزاينز، اغلب السيستمز فكروا بطريقه اخرى. يعني ده فكر بطريقه كلاسيك وده فكر بطريقه ثوريه جدا. الناس ما عجبهاش هذا الكلام. فالناس اللي في النص بقى عملوا ايه؟ واول حد عمل كده اورالترونكس، سيستم اسمه اورالترونكس. وبعديه سيستم اسمه دايركت. وبعديه تقريبا قلدوهم كل الناس اللي في الدنيا. يعني الديزاين ده ما تلاقيهوش دلوقتي الا في سيستم او اثنين. الديزاين ده ما تلاقيهوش دلوقتي الا في سيستم او اثنين. اللي حصل، حصل كومباينيشن. عملوا هايبريد ديزاين. اورالترونكس عملت هايبريد يعني هجين ما بين الاثنين عشان تاخد مميزات. فعملت ايه اورالترونكس؟ عملت امبلانت عامل كده اهو. بص اللينس بتاع الثريد اطول منه لكنه مش زي ده. الكروس سكشن بتاع الثريد هو في بس اخره يو، يعني عامل كده اهو، مش في صريح كده تمام، علشان اللود ديستريبيوشن على الثريد. البيتش اكبر من هنا لكن اصغر من هنا. عملوا كومباينيشن، قال لك ايه؟ اقدر اعمل له ايرليير لودنج. اي نعم مش بعد 15 يوم ولا بعد شهر. ممكن في اللور جو بعد شهر ونص، وفي الابر جو بعد 3 أشهر ونص، ولما استنى الفتره كلها. والامبلانت ده الديزاين ده يسمح بتوزيع الفرص بحيث ان يبقى عمره 25 سنه. و25 سنه يبقى انا عملت سكسس كويس قوي. مش عايز الامبلانت يفضل عايش بعد ما العيان يموت يعني. فكويس قوي 25 سنة. وأغلب الناس اللي في الدنيا جايين عندهم إيه؟ للحل الوسط ده. إلا إن في ناس مثلا زي باراجون ما زالت اللي هو من أقدم الإمبلانتس اللي ما زالت رايحة ناحية إيه؟ الكلاسيك ده. وفي ناس مجانين زي كيو إمبلانت الياباني رايحين ناحية ده.
النظام التقليدي العنيف بتاعهم. نوبل بايوكير اللي هي رولز رويس الامبلانت كانت لغايه من 3 4 سنين متمسكه بهذا الكلام. بدات تروح ناحيه اورالترونكس من 3 4 سنين. وكل السيستمز اللي في الدنيا بداوا يعملوا ايه؟ الهايبريد ديزاين. منه كده ومنه كده. ادي الايه؟ ادي قصه الاميديت لودنج والديليت. فاضل لنا بس نعرف يعني ايه انتجريشن ويعني ايه سيرفيس تريتمنت. ستيل برضو عايز اقول لك الكونكلوجن، احنا عشان نبقى في السيف سايت اذا كان في امبلانت سبمرجد اي مكان الديزاين بتاعه استنى في اللور جو على الاقل 3 اشهر وفي الابر جو 5 6 اشهر الكونكلوجن يعني. الا اذا كان السيستم ريكومند غير كده، يعني في سيستم بيقول لك انا في الابر جو 8 اشهر وفي اللور جو 4 اشهر تسمع كلامي. انما يعني ايه حتى لو في سيستم يقول لك شهر ونص يا سيدي استنى 3 ما يجراش حاجه. اوكي في اللور جو. والاميديت لودنج لما نيجي نعمل الاميديت لودنج في الكانديد المناسب اوكي، ولو ما كانش سبلتد بناتشرال توس لو عملنا اميديت في الكانديد المناسب برضه نعمل له جراديوال لودنج ما يبقاش بالجامد قوي مره واحده كراون اوي كونكلوجن اوكي، ونعلمه ما يلعبش فيه لان اللاترال موبيليتي شديده الوطاه على الايه؟ على الامبلانت في الاول قبل النفض ديوريشن. تعال بقى نشوف يعني ايه الانتجريشن ويعني ايه السيرفس تريتمنت وايه الفروق ما بين السيستمز وبعضها. الفروق ما بين السيستمز وبعضها. تعالى مثلا ناخد مثال، في مثلا تنزل في لندن تشتري من محل ادابتور بتاع كهرباء صيني بخمسة يورو، وجنب منه تشتري الماني بخمسين يورو ادابتور بتاع كهرباء، وتقلب ده كده تلاقي مكتوب عليه علامة السي اي، وتقلب ده تلاقي مكتوب عليه علامة السي. علامة السي شرط البيع جوه انجلترا. ماشي. علامة السي دي علامة بتاعة الأمان أو جودة الأمان. علامة الإيه الأمان. هو أنت لما تيجي تشتري الأدابتور الصيني هيشتغل معاك شهر ويبوظ. الادابتور الالماني هيشتغل معاك سنه ولسه ما بص. فده احسن من ده. ده احسن من ده. الناس بتوع السي ما يهمهمش ان ده احسن من ده، ده مشكله المنتج. ده احسن من ده، في ناس بتحب ايه؟ في ناس بيقول لك اخد الحاجه الرخيصه. اوكي؟ ولو باظت اجيب غيرها مرتين وثلاثه وخلاص. في ناس بيقول لك انا اجيب الحاجه الغاليه. ده حر وده حر. وده ليه منتج وده ليه منتج. انما بشرط ان يبقى انا بختبر المنتجين وما بدلوش علامه السي اي الا اذا كنت عرفت المنتج ده امن، يعني ما يعملش مشاكل. لا هو ما يعمل مشاكل للبيئه ولا يعمل مشاكل ولا يعمل قفل الكهرباء ولا يعمل مش عارف ايه وفي الفيوزات بتاعت حصل مشكله وفي مش عارف ايه، فده امن وده امن. دي مسؤوليتي كايه؟ كدوله. دي مسؤوليتي كدوله. بحط ريكوايرمنتس معينه اوكي، اللي يعدي هذا الريكوايرمنتس بطرحه يعني بيبقى مسموح له يبيع. هو بقى والمنتج هو والمستهلك وشطارته. في حاجه عماله ايه بتبوظ بعد يومين بتبوظ بعد يومين بعد انا ماليش دعوه طالما هو امن اوكي، هو بينزل منتج سيء بيبوظ بعد يومين انا ماليش دعوه، كل ما هنالك هو اللي هيخسر لان المستهلكين هيبطلوا يستخدموه. تمام. ف هذا كلام مقدمه علشان نشوف الريكوايرمنتس بتاعه الاف دي اي للايه للدنتال امبلانت. يعني لو حضرتك مثلا عملت دنتال امبلانت ورايح تاخد له ايه
اف دي اي ابروفل. هو بالنسبه للامبلانتس في عندنا اربعه بروتوكولز، والاربعه بروتوكولز شبه بعض جدا، اللي هو السي اي اللي هو السيرتيفيكت يوروبيان اللي هو الشهاده الاوروبيه في الجوده او جوده الامان، والاف دي اي الامريكي او جنوب افريقيا بروتوكول جنوب افريقيا او بروتوكول سنغافوره. اوكي، اي واحده فيهم معترف بيها في الدنيا كلها. يعني انت البادي بتاع سنغافوره بتاع الشهادات بتاعتهم رجعوك وتمام، ده خلاص تبيع في امريكا تبيع في شهر. البادي بتاع جنوب افريقيا معترف بيه دوليا، بتاع الاف دي اي بتاع السي اي وهكذا. فتعالى ناخد مثل اشتراطات الاف دي اي علشان الامبلانت. الشرط الاولاني ان هو يكون امبلانتبل ماتيريال، ونشرح يعني. الشرط الثاني يكون في الانتجريشن فيز او within انتجريشن فيز، يعني السيرفيس بتاعه يقدر يعمل انتجريشن مع البوت. ما هو مش كل امبلانتبل ماتيريال تقدر تعمل انتجريشن مع البوت، هنشرح كده. الشرط الثالث ان هو يكون استيرايل. اوكي، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه خالص. ولان الحاجات الثانيه ما هياش مهمه، يعني ملوش اشتراطات في الديزاين، لا ملوش اشتراطات في الديزاين، ملوش اشتراطات في الديزاين. عملت ديزاين وحش فالناس مش هتشتري منك، بس انا ماليش دعوه ك اف دي اي، المهم الاشتراطات بتاعتي. ملوش اشتراطات في الشكل. في حاجات بقى تانية صغيرة، مثلا ايه، لازم تعمل مثلا بامفلت بلغة عالمية واللغة المحلية، واخد بالك ازاي؟ لازم تعمل البامفلت تكون مصور بطريقة معينة، لازم حاجات بقى ايه، الباك تكون دبل باك، والامبلانت انت شايفه من شايفه خلال التو باكس او خلال الباك الجوانية، وال الترانسلوسنسي بتاعت الباك تبقى عامل وهكذا. يعني ايه ده يعني، انما الحاجات الاساسيه اللي هو يبقى امبلانتبل ماتيريال وانتجريشن فيز وستيرايل. اوكي، ف اي امبلانت ليجل في الدنيا، اي امبلانت ليجل في الثلاث حاجات دول، ما ينفعش يتباع في السوق بشكل ليجل قدام الناس ومفيش حاجه. يعني مثلا احنا لما جينا نعمل في مصر هنا الامبلانت توت، رحنا الحكومه وزاره الصحه وزاره الصناعه قالوا لنا احنا ما عندناش مواصفات، فقالوا طيب احنا هنمشي على المواصفات بتاعت الاف دي اي، فجابوا حاجه الاف دي اي، عايزين يختبروا الثلاث شروط دول. فبيقوم جاي في دلوقتي هنا الجهاز اسمه اتوميك ابزوربشن يحلل الماتيريال يشوف هو الماتيريال، كان زمان ما فيش من باع في امريكا. الاستراليتي بيتعمل مزرعه عشان نشوف السرايل ولا لا. الانتجريشن لغايه النهارده لازم يبعت امريكا، يعني بيبعت امريكا عينه عشوائيه كل ثلاث اشهر ياخدوا من المخزن ويبعتوا امريكا. اوكي، وعلى حسابنا عشان نشوف ده في الانتجريشن فيز ولا لا. فالمهم اي امبلانت ليجل في الدنيا في ثلاث شروط دول. انما ايه الفرق ما بين بقى السيستمز والاعضاء والاسعار عامله ازاي؟ الديزاين بيفرق. اي نعم، فرق الديزاين ما بين افضل ديزاين في الدنيا اللي هو دايركت وبين اسوء ديزاين في الدنيا اللي هو بايكون الانجليزي مثلا. الفرق في السكسس ريت لا يتعدى 3-4% ديو تو ديزاين. طيب الفرق في ايه تاني؟ في الفاسيلتيز، علبة الجراحة، شكل علبة الجراحة، الديورابيلتي بتاعت الأجزاء، الدرين ده بيشتغل معاك 10 مرات ولا بيشتغل معاك 300 مرة؟ اوكي؟ أنت بتعتمد على ستوبرز بتتحرك ولا ستوبرز ثابتة؟ الراتشت رانش بتاعك
بيبوظ بعد قد ايه؟ الرينج رينج بتاعك تقدر تظبطه على طول كل لا؟ طيب الرينج بتاعك، طيب علبة الجراح شكلها عامل ازاي؟ الفاسيلتيز، العبوة، يعني مثلا النوبل بتعمل عبوة انت ما بترميهاش، انت بتشتغل الامبلانت وبتخليها تحفة عندك في العيادة، علبة خشب زي علبة البارفان كده، اوكي؟ العبوة لوحدها من نوع خشب معين بيفضل له ريحة، اوكي؟ من جوه من بره من جوه ما فيهوش الريحة، اوكي؟ يبقى انزل بارفان بيطلع بيطلع بارفان. الباك دي ب 15 دولار. الباك ب 15 دولار. في حين مثلا الكوري او التركي عامل باك مثلا ب 10 سنت. بس متحقق محققة الشروط. اوكي؟ طيب مثلا عندك ايه؟ مثلا الكاتيجوري مثلا بتاع الكوري او التركي او المصري يعمل لك مثلا ايه؟ طول السوبر ستراكشر طولها موحد والدايمتر موحد. اوكي؟ ولو انت عايز حاجه ثانيه اقعد ايفها. تمام؟ انت هتتعب. الكاتيجوري مثلا الالماني، الكاتيجوري اللي في النص اللي هو الايطالي الفرنساوي الامريكاني، الفاسيلتيز بتاعته اكتر شويه، اللي هو ايه مثلا؟ يبقى عندك مثلا ثلاث اطوال وقطرين، تختار ما بين ثلاث اطوال وقطرين، بس برضه هتقيم شويه. يعني مثلا لو في عندك مثلا طول 6 وطول 8 وانت محتاج طول 7، هتجيب 8 وتقصر منه مل مثلا. الكاتيجوري الالماني والنمساوي والسويدي والحاجات دي بيبقى كاتيجوري ايه مثلا؟ في مثلا 60 70 اوبشن لاطوال واقطار السوبر ستراكشر، بحيث تحط سوبر ستراكشر ما تلمسهاش ما تحضرهاش. طب الفينش لاين على بعد قد ايه؟ يعني انت لو عايز مثلا عايز الفينش لاين على بعد مثلا 1.25 مللي، اوكي؟ والطول الاجمالي مثلا 6.5 مللي، اوكي؟ والماكسيموم دايمتر مش عارف 4، هتلاقي فتحط سوبر ستراكشر مش هتحضرها، اوكي؟ بس فرق السعر. السوبر ستراكشر بتاعت التركي ب 300 جنيه، السوبر ستراكشر بتاعت نوبل ب 1800 جنيه، بس هي نفس الماتيريال، بس انت هتتعب هنا شويه وهنا مش هتتعب، بس ادي الفروق. انما قصه ايه بقى؟ الامبلانت والماتيريال والانتجريشن فيز والاستراليتي. في حاجه اسمها كومباتبل ماتيريال، كلنا عارفها كلنا عارفها، ما بتتفاعلش، ما بينفصلش منها اجزاء، ما بتصدنيش، ما بتعملش الرجي، ما بتعملش اميون رياكشن، ما بتعملش انفلاماتوري رياكشن. دي الكومباتبل ماتيريال، تفضل قاعده هنا وتخمله. انما مثلا الذهب ده كومباتبل ماتيريال، انما لو حطيت انا الذهب في الـ في دنتال امبلانت مش هيعمل انتجريشن، فيبقى الذهب نون امبلانتبل ماتيريال، يبقى مش كل الكومباتبل ماتيريال امبلانتبل ماتيريال. انما في ماتيريالز معينه تقدر تعمل انتجريشن، امبلانتبل ماتيريال تقدر تعمل انتجريشن، هي كومباتبل ماتيريال تقدر تعمل انتجريشن مع البون، او تقدر تتقبل البون انتجريشن، زي التيتانيوم زي الزيركونيوم زي الكربون الالماز الكريستال سفير كربون، يعني برضو الالومنيوم الزيركونيوم الحاجات دي كلها. المونيبدينوم لا، الالومنيوم اللي هو بورر ذان الذهب يقدر، ايوه يقدر، انما مشكلته ان هو بريتل. الكربون احسن حاجه امبلانتبل في الدنيا، انما مشكلته ان هو ويك، يعني الجرافيت الجرافيت لو عملت منه دنتال امبلانت احسن حاجه في الدنيا، اكتر ماتيريال امبلانتبل في الدنيا، انما لو عملت عضه اتفرفت. فافضل حاجه في الامبلانتبل ماتيريالز ليها فيزيكال بروبرتيز جيده التيتانيوم والزيركونيوم،
وماتيريال جديده ما هياش ميتال اسمها بيك بولي ايثر كيتون. اوكي ده بوليمر وي امبلانتبل، دي الوحيده في الدنيا اللي هي امبلانت. ما زال الاغلب في الايه في التيتانيوم. البلانت والماتيريال اللي تسمح بالانتجريشن. يعني ايه انتجريشن يا دكاتره؟ احنا عندنا الانتجريشن حاجه بتخش في حاجه على كذا ليفل. عندي ماكرو انتجريشن وده على ليفل بتاع ايه؟ بتاع بالنظر بعيني، ليفل بتاع مليمتر. وده اي ماتيريال في الدنيا اقدر احصل منها على ماكرو انتجريشن. يعني ايه؟ يعني ادي بلانت العظم دخل هنا، ده ماكرو انتجريشن. اوكي وده ما يهمنيش لو حطيت ذهب، لو حطيت جبنة ازرق هيخش. ده ما يقدرش يسند ماستيكيشن فورس. طيب في حاجة اسمها مايكرو انتجريشن. مايكرو انتجريشن اللي هو مثلا ايه؟ هنا في فراغات صغيرة اللي هو ايه؟ فراغات دول كده اهو. فراغات صغيرة برضو الايه؟ العظم يخش فيها. يعني ايه؟ لو جينا بتاع دي كده كبرناها كده، ادي كده اهو، والعظم ايه؟ دخل جوه. ده مايكرو انتجريشن. المايكرو ده بيتشاف على ليفل بتاع مايكرون، اوكي، اللي هو اللايت مايكروسكوب. وده برضه ما يقدرش يسند ماستيكيشن فورس. في اصغر من كده، في تيوبس صغيره كده اسمها نانو تيوبس. في انتجريشن على ليفل بتاع نانو. لو جبت التيوب دي وكبرتها الاقيها عامله كده اهو. ليها اورفيس كده العظم يخش جواها. دي بشوفها بالالكترون مايكروسكوب على سكيلوفنات. وبرضه الذهب هيحصل معاه كده. وده ما يقدرش تسبورت ماستيكيشن فورس. انما في حاجه اسمها ايه؟ كريستالاين انتجريشن او اتوميك انتجريشن. على ليفل ما اقدرش اشوفه. على ليفل اوف ايه؟ اوف اتومز. ايه بقى ايه الموضوع ده؟ كل سيرفس في الدنيا مكون من اتومز. اي متل في الدنيا فيه اتومز. وكل مجموعه اتوم في ما بينهم بونز كده عاملين كريستال. فادي اتوم وادي اتوم اللي هو اهو 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 وعاملين ايه؟ كريستال كده. ومجموعه اتوم تانيين عاملين ايه؟ كريستال تاني كده. الانتجريشن ان المكونات الصغيره جدا بتاعت العظم تخش بتوني كريستال. اوكي؟ هو ده اللي يسحب الماستيكيشن فورس. بس. طيب. المكونات بتاعت العظم الصغيره قوي مثلا عايزين ايه؟ نشوف كالسيوم ايون. كالسيوم ايون على ليفل اوف ايه؟ كالسيوم ايون بتاع الهيدروكسيبتات كريستال. الهيدروكسيبتات كريستال عامله زي ملعب كره القدم بالنسبه لده. كالسيوم ايون يبقى في جزء منه هنا اهو وجزء بره كده. تمام؟ لما يكونوا دول قريبين من بعض الكالسيوم ايون ما يقدرش يحشر جزء بتوين. ما يقدرش يعمل انتجريشن. فلازم دول يبقوا بعاد عن بعض بهذا الشكل علشان الكالسيوم ايون يقدر ايه؟ يقدر يخش. ده الكونفجريشن ده ان الكريستالز بعيد عن بعض اسمه الانتجريشن فيز.
اسمه الانتجريشن فيس، ان يسمح بالماينير كومبوننتس بتاعت البون انها تخش بين الايه؟ الكريستلز بتاعت السيرفس. اسمه اتوميك انتجريشن او كريستالاين انتجريشن. الماينير كومبوننتس بتاعت العظم بتخش بين على ليفل اوف ايه؟ بارتس اوف بروتين مولكيول، على ليفل اوف ايه؟ بارتس اوف سيل ممبرين، على ليفل اوف بارتس اوف ايونز. اوكي؟ طب كل الماتيريالز اللي في الدنيا حتى الامبلانتبل ماتيريال بتيجي كده في الفيز ده، في لون انتجريشن فيز. يعني الذهب هيجي كده؟ ايوه. والتيتانيوم هيجي كده؟ ايوه. يعني الاثنين بيبقوا لون انتجريشن فيز؟ ايوه. طب هل ممكن احصل على الانتجريشن فيز من الذهب؟ ايوه. سخن الذهب عن 680 درجة يبقى كده. سيبه يبرد هيرجع كده. فمقدرش استخدم الذهب. انما التيتانيوم بقى اقدر احصل منه على الانتجريشن فيز في درجة الحرارة العادية ويستمر. والزيركونيوم. يبقى الشرط الاولاني يكون امبلانتبل ماتيريال. عشان اقدر احصل منه على الانتجريشن فيز. الشرط الثاني يكون في الانتجريشن فيز. تمام؟ الانتجريشن فيز دي بنحصل يعني بنقدر نوصل لها في التيتانيوم عن طريق تريتمنتس بقى كيميكال وفيزيكال وثيرمال والكتريكال ومش عارف ايه، هي دي النو هاو بتاعت الامبلانت. ان انا احصل من الامبلانتبل ماتيريال اخليها في الانتجريشن فيز في درجه الحراره العاديه وتستمر على طول كده. لكن خد بالك لو وقع على الارض وخدته عقمته هبوظ السيرفس. لو وقع الامبلانت على الارض وخدته حطيته في الاوتوكلاف بوظت الانتجريشن فيز بتاعه. لازم ابعته للشركه تاني عشان تعمل له ريتريتمنت خليه في الانتجريشن فيز. طيب. في بقى التريتمنتس دي اسمها برايمري تريتمنت أو essential treatment. Primary treatment أو essential treatment. Yeah. اللي من غيرها ما ينفعش البلانت. ما يبقاش في الانتجريشن فيز. زي قلته. لو حتة ألماس زي قلته. Okay. طيب. في تريتمنتس ثانية بقى. Okay. في تريتمنتس ثانية ما هياش essential. بس بتزود اللي هي الإيه؟ الماكرو انتجريشن، المايكرو انتجريشن، النانو انتجريشن عن طريق مثلا ايه الساند بلاستنج والاسيد اتشنج والليزر اتشنج والليزر سموثنج والتي بي اس تيتانيوم بلازما سبراي والنانو تريتمنت نانو تيوبس. الحاجات دي كلها ايه؟ دي سكندري تريتمنتس ما هياش اسينشال. والكوتنجز بهيدروكسيباتايت او تراسيكالسيم فوسفيت كل دي اسمها سكندري تريتمنت ما هياش اسينشال. يعني لو ما كانتش موجوده كلها ما يجراش حاجه. انما اللي لازم الشرط موجود يعني مثلا ما قالكش مثلا بالاف دي ايه ان هو لازم الامبلانت يبقى معمول ساند بلاستيك. لا عايز تعمله خير وبركه شك. بس خد بالك ايه ساند بلاستيك والاسيد اتشنج والنانو والحاجات التكنولوجيا الرخيصه كل الناس بتعملها. كل الناس بتعملها. اوكي؟ او الدي بي اس تيتانيوم بلازما سبراي كل الناس بتعملها. اوكي؟ فما حطلكش شرط ان يبقى ساند بلاستيك. افرض انا مش عايز اعمل ساند بلاستيك. انت حر. انما المهم يبقى الامبلانت بتاعك علشان يبقى اسمه امبلانت لازم يبقى implantable material في الانتجريشن فيز وستيرايل. اوكي؟ ادي الايه؟ الانتجريشن فيز ده بحصل عليه عن بواسطه البرايمري تريتمنت او الاسينشال تريتمنت. اما السكندري تريتمنت بقى كل الحاجات الثانيه اللي هي ماشي اسينشال اصلا. بتزود السيرفس اريا، بتزود الريتنشن مش عارف المايكرو ريتنشن النانو ريتنشن، انما ده على الليفل اوف ايه؟ اوف اتومز. دي خواص لماتيريالز معينه. علشان كده اصبح انشئ حاجه في الساينس اسمها من كام سنه قريب الامبلانتبل ماتيريالز. هي الامبلانتبل ماتيريال اللي اقدر احصل منها على الانتجريشن فيز في درجه الحراره العاليه. اوكي؟ والاسينشال تريتمنت او البرايمري تريتمنت او البيزك تريتمنت هي التريتمنت للامبلانتبل ماتيريال عشان احصل منها على الانتجريشن فيز. اوكي؟ يبقى احنا فهمنا دلوقتي الانتجريشن يعني ايه سيرفس تريتمنت يعني كده كله ان شاء الله.
واحنا دلوقتي قعدنا مع الامبلانت لغايه لما استوى بقى دلوقتي جاهز. احنا استنيناه كام شهر وكنا حاطين ديليت لودنج، يعني حاطينه النهارده، حاطين ايميديت لودنج، انما المهم دلوقتي احنا جاهزين على الايه، على اللودنج. بكره ان شاء الله من 10 الصبح هنعمل لودنج. شكرا لك. سوري.